السلام عليكم، صبحكم الله بالخير، مساكم الله بالخير، بأي وقت انت قاعد تتابع هذا الفيديو. وجدا آسف على التأخير، وصراحة ما كان ودي اني ارجع بنفس هذا الموضوع لليوتيوب، صار لفترة قاطع وما كان ودي اني ارد بنفس هذا الموضوع، يعني ويكون هو اول فيديو ارد فيه لليوتيوب، فسامحوني جدا. ومثل ما انتم شايفين ان يعني كانت فترة جدا عصيبة، ومريت يعني بحالة جدا صعبة اللي راح اتكلم عنها اليوم. الصراحة اهم سبب او اهم سببين اللي خلوني اسوي هذا الفيديو اللي هو موضوع شنو صار فيني بالضبط، وشنو نصايحي حق الشخص اللي مثلا يصير فيه كورونا، خصوصا اللي بحالتي اللي كانت جدا صعبة. والشيء الثاني والسبب الثاني اللي هو شلون تعاملت معاي تركيا، والشيء هذا ان شاء الله راح اتكلم عنه بنهاية الفيديو. القصة يا طويل العمر، مثل ما انتم عارفين انا ما قطعت سفر وما وقفت سفر، الحمد لله، حتى بالفترة اللي طافت. فانا كنت موجود في دبي، كان عندي شغل هناك، تقريبا قعدت بحدود الاسبوعين، فصارت في شوية تعقيدات بالردة إلى الكويت بعد ما يعني زادت حالات مثل الكورونا مثل بالكويت. فقلت خلاص أنا ماني رد للكويت، وبطير من دبي أبي أروح إلى إسطنبول، وبروح تركيا وبقعد هناك، وبقعد فترة وبسوي لي رحلة هناك. فسويت مسحة بدبي قبل لا أسافر بيوم، وصلت بنفس اليوم، وصلت النتيجة الحمد لله سلبية، وطف ثاني يوم رحت إلى تركيا ووصلت بالسلامة الحمد لله. فقررت ثاني يوم أني أطلع مع صديقي التركي يوسف ومع أحد الأصدقاء من الكويت، أطلع معاهم رحلة من إسطنبول إلى مدينة كوشادسي، تقريبا تبعد يمكن بحدود 400 إلى 500 كيلو، فرحنا بالسيارة. فصراحة كنت مستمتع بالمدينة، ورحت حتى إزمير وزرت بعض الأماكن. واليوم اللي صراحة يعني اللي بدت فيه الأعراض هو اليوم اللي أنا كنت فيه هناك، وكنت رايح رحلة إلى باموكالي اللي هي المكان الأبيض اللي تشوفونه مثلا على طول اللي فيه مثل المسابح، اللي هي الأماكن الكلسية أو المياه الكبريتية. فبنفس هذا اليوم تقريبا انا رحت لها باليوم الثالث من وجودي في مدينه كوشادسي، فكنت ابي اروح صدرت يعني بروح لها وبرد بنفس اليوم. فرحت هناك واستانسنا وكل شيء، وحتى صورت ونزلت لكم تغطيه حتى بالستوري بالانستغرام. فبعد ما رديت بنفس اليوم من باموكالي ورديت حق كوشادسي بالليل، وانا قاعد اصلي، فتخيلوا اني انا بوضعيه السجود، والوضع جدا طبيعي لحد الحين، انا بوضعيه السجود ابي اقوم ما قدرت اقوم، انصدمت. يعني شنو الشعور هذا المفاجئ اللي جاني وخلاني حتى ما اقدر اقوم من صلاتي. فقعدت صراحه بحيره، سالت يعني اصحابي اللي معاي، قلت لهم ايش اللي صاير، شنو الوضع اللي قاعد احس فيه. فقالوا لا انت اليوم اكيد متسبح بالماء الكبريتي واكيد حاشك هواء. فقلت والله ممكن صح. فقعدت اخذ بنادول، قعدت اخذ البنادول هذا لمده اربع ايام وانا قاعد احس بنفس الاحساس هذا اللي هو عوار الجسم، واحس ان حركتي شويه يعني كل ما اتحرك احس بي عوار. فقاعد اقول اكيد حاشني هواء، فخلنا نكمل على البنادول، لان كل ما اخذ البنادول اصير زين، هذا هو الوضع. فبعدها تقريبا يمكن بيومين ثلاثه انا رجعت الى اسطنبول، واستمر معي الوضع نفس الشيء لمده اربع ايام اللي هو عوار الجسم هذا. لكن بعد عوار الجسم بدت عندي يعني الاشياء ثانيه قبل ما تطلع، ناس مثلا شنو هو اللي هني اللي خلاني اروح المستشفى، اللي هو الترجيع المستمر. فطلعنا الحين من المرحله الاولى اللي هي مرحله ان جسمي يعورني، الى مرحله ثانيه اللي هي مرحله الترجيع المستمر. يعني حتى وانت مثلا والله مو ماكل شيء قاعد ترجع. فقلت لا، الوضع ما يسكت عنه، لازم اروح المستشفى. فالله يعطيه العافيه خذاني امين، يعني عاملني صراحه كان مثل امي معي صراحه، لان انا كنت جدا تعبان. فخذاني المستشفى هناك، يعني شافوا بطني قالوا ما في شيء، بس خلينا نسوي احتياطا، خلينا نسوي المسح. تصدقون ان لدرجه اني من كثر التعب اللي انا فيني قلت اتمنى انها تطلع كورونا. ليش؟ عشان على الاقل اعرف ان شنو هو هذا الشيء اللي فيني. فهذا كان التمني بس بالبدايه، لكن لو انا كنت ادري شنو المرحله الثالثه اللي راح تجيني ما كنت صراحه تمنيت هذا الشيء. ووصل الخبر ثاني يوم ان مسحتي طلعت ايجابيه، فصراحه لما قالوا لي استانست، قلت خلاص الحمد لله، بعد كم يوم ان شاء الله ونخلص. فانا بهذا اليوم تقريبا باليوم السابع او الثامن يعني، فقلت يلا ان شاء الله اسبوعين ونكون خالصين. المهم خلاص الحين يا عادل يا ابن فطوطه، انت الحين في كورونا ولازم تكون محجور. فلما درى الله يعطيه العافيه معتصم، قال خلاص انت لازم تقعد بشقتي، اقعد بشقتي، واعطاني شقته كامله. تخيل هو بيته الوحيد، فاعطاني اياه وقال لي انت خليك فيه وانحجر فيه. وهو راح سكن، طلع برا وسكن حتى مع ربعه. يعني صراحه الشيء اللي سواه معتصم
يعني أظل شاكر له طول حياتي. بس الموضوع ما أوقف على كذي، أنا كنت أسمع وايد إن الكورونا يعني تصعد وتنزل معاك، يعني مرة تحس إن أنت أوكي ما فيك شيء، ومرة بعدين تنتكس حالتك وتحس إنك أنت مريض وتحس إنك تبي تموت. فكان يمر علي اليوم إني أحس إن ما فيني شيء، فجأة خلال يمكن ساعة أو دقائق أنا أنتكس وحالتي تكون يعني أحس إني أبي أموت وأحس إني جدا تعبان. فبالأيام هذه 3 أيام على التوالي يجوني الإسعاف بالليل بس علشان يخلوني إني أقدر أنام. يعني المرحلة الأولى كانت عوار الجسم، المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الترجيع والإعياء بالجسم والحرارة، المرحلة الثالثة لحد الحين ما وصلنا لها، المرحلة الثالثة وصلت لها يا طويل العمر باليوم 9 اللي هو الفيروس نزل بصدري ونزل عندي بالرئتين، وهذه كانت القاتلة بالنسبة لي. يعني صراحة أنا مرت علي أوقات وايد كنت قاعد أقول خلاص أنا قاعد أموت، أنا أبي أكلم أهلي، أبي أودعهم، وخصوصا لما تسمع الأخبار فلان مات والممثل الفلاني مات وواحد شباب صغير بالعناية المركزة، فالحالة النفسية كانت وايد تعبانة بالفترة هذه اللي هي المرحلة الثالثة وبالأيام الأخيرة. المرض مو سهل، يعني هذا المرض شوية صعب، يعني خاصة بعد ما نزل عنده على الصدر، فصار التهاب، يعني عنده نمونيا، يعني التهاب بالرئتين، ويصير عنده ضيق تنفس وسعلة قوية مع الحرارة والاستفراغ. فالمرحلة الثالثة هذه والأيام الأخيرة سببت لي رعب بشكل يعني مو طبيعي، فكنت أروح المستشفى تقريباً باليوم مرتين بس بسبب الخوف. ومع رحلتي للمستشفى أعطوني الأكسجين وكانوا يعطوني أبر وكانوا يعطوني حتى مهدئات من كثر الخوف، وسووا لي سونار حق الرئتين وطلع عندي التهاب حاد بالرئة اليمين. وبهذه اللحظات المرعبة والمتعبة يعني الشخص هذا يعني لو بقعد أشكره طول حياتي ما أوفي حقه صراحة اللي هو يوسف. تخيلوا وأنا مريض وأنا تعبان وأنا فيني كورونا كان قاعد معاي بشقة معتصم وموجود معاي وقاعد يساعدني وقاعد يعطيني، ويعني حتى ما خاف إنه والله يقول إنه عادل ممكن إنه يعديني. فيوسف صراحة ما قصر معاي، خدمني وداني المستشفى، كنت يعني كذا مرة كل يوم أقعد من النوم يلا يوسف ودي المستشفى، وكان ما يقصر معاي ولا مرة حتى قال لي لا. زين ممكن بعضكم يقول زين عادل إذا شنو كنت تحس فيه؟ أوكي يعني في التهاب بصدرك بس شنو اللي كنت تحس فيه بالضبط؟ وأوكي نزل مثلاً بصدرك الفيروس بس شنو كنت تحس فيه؟ أقوى عوار ممكن تحس فيه بحياتك أو أنا حسيته بحياتي، كأني مثل المطعون بنص صدري، صوتي راح. اللي كان متابعني بالإنستغرام وتابع الستوري لما طلعت لكم وتكلمت يعني يقدر يشوفها، يعني فقعدت أفكر بكل شيء، عادل إيش اللي خلاك تسافر، عادل إيش اللي خلاك تروح رحلة، عادل إيش اللي خلاك تشتغل الشغلة هذه، وهذا شيء جدا طبيعي لأن النفسية جدا تحت. وبعد ما وصلت لليوم 14 واليوم 15 اللهم لك الحمد، يعني فجأة تحس إنه والله العظيم يعني هذا الفيروس ما يتصدق، يعني شفت شلون قاعد يلعب عليك فوق وتحت وبنفس اليوم، مرة تحس إنك زين ومرة ما تحس إنك زين، وتحس إنك تعبان ومرة تحس إنك أوكي. فتخيلوا فجأة باليوم 14 واليوم 15 فجأة عوار صدر اختفى، ما صدقت يعني. فسبحان الله والحمد لله اللي الله وخر عني هذا الشيء. مرت علي يعني هذه الأيام أيام سوداوية والله العظيم، يعني هذا 15 يوم تقريبا مرت علي كأنها 15 شهر. طبعا عادل وصل عنا كان عنده آلام شديدة بالجسم، بلشت معه بآلام شديدة بالجسم، بعدين بلش معه إسهال شديد، وبعد الإسهال كمان صار عنده استفراغ شديد، وكان عنده نقص تروي، يعني ما كان اللي يشربه استفرغه، فكان في حاجة لأنه دعمه وريديا يعني بالمغذيات. اللي تشوفونه قدامكم هو دكتور فاروق، يعني صراحة أنا أذيته وايد، تعرفت عليه وأخذت رقمه وقعدت كل يوم وأنا خايف أدق عليه دكتور فيني كذا، دكتور أحس بكذا، فكان كل يوم يطمني. وبعد هذا اللي صار وبعد ما طبت الحمد لله صرنا أصدقاء وطلعنا حتى رحلة مع بعض ناس ما تشوفون. بس شنو الأشياء اللي كنت أخذها؟
شنو الأدوية اللي كنت أخذها مثلاً، أو شنو الأدوية اللي ينصح فيها إن الشخص مثلاً يأخذها، خصوصاً لما يصير فيه كورونا. أول ما يصير فيه كورونا لازم تأخذ 4 أشياء حتى لو ما كان فيك أعراض، بس احتياطاً. والدكاترة اللي كانوا ينصحوني فيها 4 أشياء اللي هي الفيتامين سي والفيتامين دي والبي 12 والزنك. 4 أشياء هذيلي لازم تأخذهم على طول بس تدري إن صار فيك كورونا. الشيء الثاني اللي لازم تسويه إن لازم تحافظ على نفسيتك. شلون تحافظ على نفسيتك؟ مثل ما قلت لكم إن يعني لما يكون فيك فيروس كورونا وتكون عندك أعراض شوي تحس إنك أنت زين وبعدين فجأة تنتكس وتحس إنك صرت مو زين. فالتقلب هذا يسبب عندك تقلب بالمزاجية وتقلب حتى بالنفسية ويأثر على نفسيتك. فلازم أنت تكون يعني قاعد بمحيط شوية يعني لهيك، شوية يضيع عليك الإحساس هذا وتصنع عن نفسك جو. أنا صراحة كنت قاعد مع يوسف وكنت كل يوم قاعد أتابع المسلسلات التركية وحتى أصلاً ما فيها ترجمة، بس قاعد طالع ويتكلمون تركي وكل شوية أسأله شنو يقولون، ترجم لي يوسف شنو يقولون. المريض يعني بشكل طبيعي راح يتعب نفسياً، فهو يحتاج كمان دعم نفسي، وهذا شيء يعني ما في منه غلط يعني. واللي أنصحكم فيه بعد وشيء جدا مهم، تبي تضيع وقتك ضيع وقتك بشيء يفيدك، برنامج ستوريتل. أنا كلمتكم عنه قبل سواء باليوتيوب أو حتى بالإنستغرام. برنامج ستوريتل برنامج كتب صوتية، في يعني آلاف الكتب الصوتية. والخبر الحلو مؤخرا إن قبل كان عندنا ستوريتل وكان عندنا تطبيق كتاب صوتي، كان في هم ناس وايد يستخدمون هني ويستخدمون هني. الحين كتاب صوتي انضم إلى ستوريتل، فصار عندنا الحين يعني أكبر منصة كتب صوتية اللي هي ستوريتل وفيها كل الكتب. والشيء الأحلى، أدري في ناس وايد ما يحبون يضيعون وقتهم ساعات مثلا على كتاب واحد، الحين ضافوا ميزة الملخصات، فملخصات الكتب راح تلقاها موجودة داخل كل كتاب، تقريبا 20 دقيقة نص ساعة تسمع زبدة الكتاب موجودة. فأنا راح أحط لكم رابط ستوريتل تحت عشان تقدرون تشتركون، وعندكم 2 أسبوع مجاني، جرب على كيفك. والأسعار بعد 2 أسبوع أسعار جدا رمزية. زيني للسؤال الأهم، تركيا شلون تعاملت معي أو شلون تتعامل مع السايح المريض أو في كورونا؟ أنا بالفترة هذه ما كان عندي تأمين صحي، يعني أنا اللي قبل كنت أقول يلا أخذ تأمين صحي أخذ تأمين صحي، أنا أخطأت وما كان عندي تأمين صحي بالفترة هذه. فقلت الحين والله لما أروح مستشفى راح يصلحوني بالأسعار. تذكرون لما قلت لكم أني رحت وسويت المسحة وعالجوني، شافوا بطني وشافوا ما شنو، كنت رايح مستشفى تقسيم، مستشفى حكومي. رحت لهناك وقلت إن خلاص الحين يعني كده راح يطلبون مني فلوس وهذه الأشياء. تخيلوا لما خلصت وأنا طالع من المستشفى ما لي فلوس ولا طلبوا مني أي شيء زين المسحة. أنا هني لما يسوي مسحة يأخذون مني فلوس، المسحة بلاش، الأشياء اللي سويتها كل شيء بلاش، ما عدا الأدوية طبعاً. لأن لما يعطونك الورقة تأخذ فيها الدواء ما تأخذها من صيدلية المستشفى، لازم تروح تأخذها من الصيدليات اللي برا. أعطوني 7 أدوية، 7 أدوية كلفتني تقريباً بس بحدود 7 دنانير، يعني ولا شيء، بحدود الكم يعني $23 ولا شيء. وبالنسبة لروحات المستشفى الثانية، أنا كنت محجور مثل ما قلت لكم بشقة معتصم كانت بشكشهير. فبشكشهير في أكبر مستشفى بأوروبا، مستشفى عملاق بشكل مو طبيعي. لما رحت لهناك وكنت أروح له تقريبا باليوم مرة مرتين، فكل ما أروح يأخذون مني مبلغ جدا رمزي ومبلغ جدا بسيط. خذوا مني تقريبا يمكن بحدود 100 وشي ليرة بالبداية، بس علشان إني في تحت ملف مثلا بالبداية، وما كنت أعطيهم شيء، أعطيهم بس جوازي، يعني ما كانوا يطلبون أي شيء، ما كانوا يطلبون إقامة، ما كانوا يطلبون تأمين صحي ولا أي شيء، مجرد أشياء رمزية. وأنا طبعاً لما أتكلم هذا الكلام أنا قاعد أتكلم يعني بواقع تجربة، وقاعد أتكلم كل شيء 100% بدون لا تزويد ولا نقصان. أنا ما قاعد أمدح ولا قاعد أذم، قاعد أقول الشيء اللي صار معاي والله شاهد على كلامي. والشيء الصراحة اللي ما كنت متوقعه يعني بالنسبة للتفاهم، يعني أغلب الأتراك ما يتكلمون، يعني حتى لو كان دكتور ممكن تلقى ما يتكلم أصلاً إنجليزي أو بصعوبة إنك تتفاهم معه. الدكاترة العرب متوفرين تقريبا بكل مكان. زين، هل الشيء هذا اللي صار كله في جانب إيجابي؟ أكيد في جوانب إيجابية الحمد لله. أول شيء الحمد لله الحين أنا عندي مناعة. الشيء الثاني يعني تعرف معنى الصحة وتقدر الصحة اللي الله رازقك إياها ولا معطيك إياها واللي يمكن حتى الله ما قاعد تشكر عليها. والشيء الثالث إني عرفت بأن الله رازقني أصدقاء وقفوا معاي وبوقت الشدة، اللي هو يوسف، معتصم، أمين، ودكتور فاروق، فكل الشكر لهم. فأبي منكم شيء صغير عشان نشكرهم كلنا مع بعض، أبيكم تحطون بالتعليقات 4 قلوب حمراء على عددهم، 4 أشخاص 4 قلوب حمراء حطوها تحت عشان بس نشكرهم كلهم على الشيء اللي قدموا لي، وأنا بكون أولكم إن شاء الله. النصيحة الأخيرة اسمعوها من الدكتور فاروق. ونصيحة أخيرة طبعا كل الناس، هذا المرض لسه ما انتهى، ويجب علينا أنه نتبع الإجراءات السلامة، وأهم شيء طبعاً
اللي هو اللقاح. اللقاح هو السلاح الوحيد المتوفر حاليا لدينا للقضاء على هذا الفيروس. فأنصح كل شخص متاح له اللقاح إنه يأخذ اللقاح لحماية نفسه وحماية أهله. بالسلامة للجميع إن شاء الله. مشكور دكتور فاروق، الله يعطيك العافية. الحين نأخذ المايك ونحطه عند الدكتور يوسف. طبعاً طبعاً لازم تسمعوا نصيحتي بعد. بعد دكتور قوي في تركيا. دكتور شنو بالضبط؟ دكتور كل الجسم. ومع السلامة، ونشوفكم إن شاء الله فيديوهات قادمة، وإن شاء الله تكون فيديوهات سفر وما تكون فيديوهات مرض. ولا تنسى لايك، أوكي؟ مع السلامة.